بمشاركة 90 عارضا من 14 دولة وأزيد من 250 مهني بالقطاع الفلاحي بجهة الداخلة وادي الذهب، نظمت الغرفة الفلاحية لهذه الجهة معرضها الدولي للفلاحة في نسخته الثالثة، نسخة اختار لها المنظمون شعار الفلاحة في مواجهة التغيرات المناخية. كما تعرفوا بأنه جهة الداخلة وادي الذهب هي جهة تعرف جفاف هيكلي على طول السنة، وكذا وكان هذه السنة العنوان المعرض تحت لواء الفلاحة في مواجهة التغيرات المناخية، واللي الصراحة كما تعرفوا وكما تشوفوا بأنه تجدوا من بعض الضيعات مقامة على صحاري شاسعة، واللي نحن كنا سباقين جهة الداخلة وادي الذهب في إطار الترشيد على المياه اللي غتنشأ المحطة ديال تحلية المياه على 5000 هكتار. هذا المشروع الملكي اللي أعطى الداخلة واحدة خصوصية بالنسبة للمملكة، تصبح هي الرائدة في إطار التعامل مع التغيرات المناخية. الخبراء الدوليون المشاركون في هذا المعرض جاءوا لتقديم تجاربهم وخبراتهم في شتى المجالات المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية. C'est la troisième fois que je viens de visiter la foire agricole internationale de Dakhla. Ce moment-là, on est organisé aussi un événement scientifique. C'est le troisième sommet des savants de Sahara. Pourquoi? Parce que le roi, Sa Majesté, le Dieu assiste, il a demandé une contribution et action pendant le COP22. Et nous, les savants, on a ajouté toutes les technologies, toutes les méthodologies pour trouver une solution. Alors on a le grand désir pour contribuer au Maroc vert et en même temps contribuer aux grandes murailles vertes avec un programme exceptionnel. C'est 25 000 hectares avec une forêt exceptionnelle, avec une culture intercalaire pour alimenter 50 000 personnes au minimum et revitaliser le désert. C'est ce qu'on va lancer à nos sommets ici à Dakhla comme une initiative de Dakhla. Je suis vraiment fier de voir mon institution associée à cette grande manifestation et nous sommes venus avec quelques produits du travail de nos professeurs dans leur laboratoire. الفلاحون المحليون المشاركون بهذا المعرض يرون أن التغيرات المناخية التي تعرفها بعض المناطق المجاورة لمدينة الداخلة جد إيجابية، وقد تشكل فرصة جديدة لإحياء المنطقة وإنتاج زراعة بديلة. بالنسبة للتأثير ديال التغيرات المناخية بالنسبة للداخلة بكل صراحة، بدأت سبحان الله كل ما تغير الجو في المنطقة ديال الداخلة ولات كتعيش فيها حوايج اللي ما كنا كنتوقعوها. على سبيل المثال حتى من المنتوجات الغذائية كانت واحدة الظرفية اللي ما يمكنش تعيش النحل في منطقة الداخلة تحديدا، بحكم أنه كان الريح قوي، كانت كتكون ديك كما كنقولوا لها احنا كيكون الريح مرفوق بزبعات رملية، أصبح الحمد لله الجو ولات الداخلة كتسخن، ولات الداخلة كتكون فيها الشتاء، ولات الداخله سبحان الله بالنسبه للتربه ديالها والمناخ ديالها كيصدق فيها اي حاجه بالنسبه للمنتوجات الغذائيه كنا كنديروا فيها بكل صراحه. بالنسبه للمنطقه الفلاحيه منطقه التورطه تحديدا اللي مسافتها ما كتعداش 38 هكتار كاري، كانت كدير فيها واحد الوقت غالفصه، اصبح كيجي فيها الخضره من البطاطا من الخيزو من القرعه من الخص من الذره من الفجال من الفصه من يعني كل الاعشاب الزراعات العلفيه والزراعات الغذائيه، فاصبحت تقالم مع منطقة طورطة بحكم الجو والمناخ ديال الداخلة بصفة عامة. التغيرات المناخية أعطت المفعول ديالها كثيرا لمنطقة الداخلة بحكم أن البيئة في الداخلة سبحان الله بيئة رائعة بالنسبة للمجال الفلاحي، وهذا هو اللي اكتشفنا وهذا هو اللي اغتنمنا باش أننا نوصلوا ونزيدوا قدام إن شاء الله.